هنكون موجودين مع حضراتكم في مدينة العالمين الجديدة، وهننقل لكم كل الفعاليات اللي مليانة بالحماس زي ما حضراتكم سامعين، وهنكون موجودين كل يوم هنوريكم كل حاجة على أرض الواقع من مدينة العالمين الجديدة. أين فخر لمصر على مستوى العالم كله؟ في حاجات كتير ممكن تعملها، في كورة، في بيتش فولي بول، يعني الأجواء جميلة قوي، وحتى الشط جميل. أنا دخلت الشط واتفرجت عليه، الشط جميل قوي. إحنا كنا شايفينها من سنين حاجة، والنهاردة حاجة تانية خالص. فشكرا للمنظمين، شكرا ليكم، شكرا للناس. المشاركة في الرولي أو المشاركة في المسابقة كلها تعلمت حاجات كتير بصراحة. تعلمت وعندي ثقة أكتر وأعرف أتكلم أكتر. أنا إيفر من 5 سنين، وشايفة إن التيمات وصلت مستوى حلو جدا، وفي تيمات فعلا ممكن تقدر تعمل عربية حتى لو راكب واحد مستوى حلو جدا. يعني إحنا الأول عملنا ديزاين للعربية ككل، تمام. بعد كده ابتدينا إن إحنا نحاول ننفذ دوت، ابتدينا نعمل عليه تحليلات ونشوفه من كذا اتجاه تاني. طبعا الرولي ده بنستفيد منه بمور اكسبيرنس كتير، اللي إحنا نتعلم حاجات جديدة، نشوف الأخطاء ونصحح منها، نستفيد من التجربة. تجربة جديدة لينا، وإن شاء الله نحقق حاجة كويسة. دي أصلا بداية الطريق بتاعنا، وإن شاء الله هنبدأ نكمل في الطريق ده أكتر وأكتر، ونحاول نتعمق في الموضوع أكتر، ونحاول ننشر الفكرة دي، إن هي أصلا هتبقى أصلا نظرة المستقبل بعد كده.